طيب باشمهندس سيد، يعني هل في كورسات تعليميه بتوفروها للناس اللي حابه جدا انها تتعلم الفن ده؟ وبالنسبه لصفحتكم على الفيسبوك، انا حابه اعرف برضو الاقبال عليها عامل ازاي، الاسئله اللي بتجيلكوا، طلبات الناس، خصوصا ان هي بتبقى عايزه تعرف اي حاجه عن فنون النماذج المصغره. يا ريت حضرتك تكلمني اكتر عن الموضوع ده. هو بالنسبه للكورسات التعليميه، الكورسات دي احنا فعلا بدانا من فتره بالتجهيز للكورسات. كان عندنا مشكله في تجهيز او تجميع الادوات والخامات اللي انا اقدر اوفرها للحابب يتعلم، لان انا طبعا لو جبته يتعلم على طول بالخامات والحاجات اللي انا جايبها على طول من غير ما يعرف مكانها او الطريقه اللي بيشتري منها من الاماكن اللي بيشتري منها، فدي انا بحاول اوفرها له بطريقه مبسطه جدا حتى لو كان اطفال. وفي هنعمل مثلا مستويين، مستوى يعني قليل للتعليم اللي هو الاطفال، في مستوى اعلى للكبار. بالظبط، لازم يكون في جزئين في التعليم. بالنسبه للجزء الثاني اللي هو الصفحه بتاعت الفيسبوك، دي يعني بنحاول الناس اللي بتيجي تسال بنحاول نوجههم ازاي يعملوا الشيء، او في اي استفسار يعني عندهم مشكله في حاجه، في خامات ناقصه منهم بنوجههم الشرايه منين، في حاجه مثلا عايزين يظبطوها يشتغلوا عليها بشكل ادق. فاحنا بنتابعهم عن طريق الصفحه، بنبلغهم بكل التفاصيل، وطبعا يعني في منهم كتير اشتغلوا كويس وبقوا معانا كمان في المعرض.